دلوقتي بالريكورد وهدخل الناس على طول. الناس بدأت تدخل يوم زاي. تمام. هفتح حالا برضو انه كله يدخل. السلام عليكم. السلام عليكم يا نعم. وعليكم السلام. الناس كده الصوت واضح؟ هل الناس سمعانا شايفة ميس دعاء تمام؟ في thumb up يعني كده في حد بيقول تمام. الناس بتدخل اه بالظبط انه خلاص شايفين وسامعين. هي لسه الناس كمان على فكرة لسه بتدخل يعني اعتقد الناس برضو كانت عشان صلاة الظهر سوري صلاة المغرب يعني فان والله هيبداوا يصلوا انا لسه في هيصلوا المغرب اعتقد ان شاء الله نبدا. تحب يا مزدوع نستنى مثلا دقيقه دقيقتين كمان كده ونبدا ولا يعني عقبال ما نتعرف كده على بعض وباقي خلاص؟ الشباب. خلاص يلا نتوكل على الله. انا كده كده هعمل ريكوردينج علشان الناس برضو اللي فاتتها حاجه تبقى موجوده السيشن يعني او المحاضره موجوده ان شاء الله. ويلا بالتوفيق. وميس دعاء عيد طبعا معانا في لكتشر او محاضره تانية ومستنيينك يعني احنا كلنا مستنيينك فان شاء الله ربنا تبقى يكرمك يا محاضره رب جميله. ان شاء الله تبقى محاضره يا جميله رب ومفيده لكل الناس باذن الله. يا اتفضلي رب يا ميس اللهم دعاء. آمين إن شاء الله. طيب أهلا وسهلا بيكم. أعرفكم بنفسي بشكل سريع، يعني مش عارفة أنا اديت سيشنز كتير قوي في إيه للأسف، يعني إن شاء الله أكون قابلت حد فيكم. يعني أعرفكم بنفسي، أنا دعاء عيد، أخصائية نفسية، واشتغلت تقريبا 15 سنة في كاركتر بيلدينج كوردينيتور في مدارس كتير في القاهرة واسكندرية. وحاليا انا في القاهره وانا ام لطفلين. بس يعني ده اللي حابه اقوله لكم، ده المهم يعني. فاهلا بيكم، وتقريبا كلكم ماميز لاولاد، يعني اللي انا فهمته ان انتوا كلكم يعني سن صغير، يعني كلنا بلاي وكي جي. فان شاء الله باذن الله تكون السيشن يعني مفيده لكم ان شاء الله باذن الله. وعايزه اسال سؤال كده، خلينا نسخن عقبال ما الباقي يدخل كده. لما سمعتوا اسم السيشن اسمها المربي الانسان، يعني تتوقعوا احنا هنتكلم عن ايه النهارده؟ توقعوا معايا كده، تاخد المايك بقى وقولوا لي. اين انتم؟ ما شاء الله، انتوا فين يا جماعة؟ أنا بحب المشاركة. منورة يا ميس دعاء، أهلا أهلا، منورة. ربنا يكرمك. أنا مش عارفة مين بالظبط، أحسنت. هو مكتوب عندي يوسف. هناء، أنا هناء. هناء، ازيك يا هناء؟ الحمد لله، وحشاني. الحمد لله والله، وانتوا كمان وحشيني جدا، يعني أهل إيه الأس كلهم وحشيني جدا، يعني ربنا يا رب يجمعنا حبيبتنا على خير إن شاء الله حبيبتنا بإذن والله. الله. ربنا يبارك لك يعني يا رب ان شاء الله. طيب في حد كده عامل raising hand، يعني اللي حابب بقى يقول لنا توقعاته من السيشن يبدأ يكلمنا ويحكي لنا متوقع ايه من سيشن اسمها المربي الانساني، يعني هتكلم عن ايه النهارده مثلا، متخيلين كده ايه؟ السلام عليكم، حضرتك عاملة ايه؟ عليكم السلام. عليكم السلام، الحمد لله رب العالمين. ربنا مين يخليك معايا؟ يا رب. انا سهى، مامة يوسف. اهلا اهلا يا سهى، اهلا بيكي يا حبيبتي. بصي ربنا انا يبارك. متوقعة، يعني انا توقعي يعني المتواضع ان هو كلمة مربي الانسان، انه احنا هنحاول ان احنا يعني نربيهم بإنسانيتنا، يعني إن إحنا مش كل حاجة هيبقى توجيهات وكده، أكتر ما إحنا هنبقى حاسين بيهم ونحط نفسنا مكانهم ونحس بمشاعرهم أكتر عشان نقدر نبقى فاهمينهم كويس. شكرا جزيلا. فهيبقى الموضوع فيه إنسانية، يعني إن إحنا في الأول وفي الآخر بشر زيهم وممكن نغلط، كلنا بنغلط، فنبص لهم نظرة فيها رحمة شوية أكتر ما هي طول الوقت شايفينهم غلطانين وتوجيه كده. حلو حلو جدا.
يعني كفيتي ووفيتي يعني الحقيقة بجد والله. أيوة يعني قلتي الخلاصة، ربنا يبارك لك يا رب. بصوا أول حاجة عايزين نتفق إن أنتوا تكتبوا أساميكوا، أعملوا رينيم. يعني ليه مكتبين اسم الولاد؟ أعملوا رينيم لنفسكم. آدم، أنا شايفة قدامي آدم وسلمى ويوسف، لا أنا عايزة أساميكوا أنتوا عشان أنا هكلمكوا أنتوا يعني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة السيشن دي تقريبا ليكوا أنتوا، يعني أنا مش هديكوا تولز كتيرة قوي للولاد وتعملوا إيه مع الولاد، بقدر ما أنا عايزة أديكوا شوية خطوات أو زي ما يقولوا كده إيه كبسولات تساعدكم في الطريق بتاع التربية. إحنا كلنا طالع عيننا في تربية الولاد، وكل ما بنشوف المجتمع والدنيا راحة فين بنبقى خايفين جدا. فكأن النهاردة في 10 كبسولات هيساعدونا كده إيه على الطريق، زي ما بتروح للدكتور دايت يديكي إيه كده حاجات تساعد على الحرق. فاللي إحنا هنعمله إن إحنا هديكوا شوية تيبس تساعدكم على إن أنتوا تاخدوا نفسكم شوية في موضوع التربية، أو إن إحنا يعني إيه نستعيد طاقة، أو إن إحنا نكون إيه بنحاول يعني نسعى بشكل كويس في تربية ولادنا. طيب، في قاعدة دايما بقولها كل الأمهات بحب أقولها لكم، إحنا في الآخر كأمهات دورنا السعي، كأمهات وأباء عشان يعني ما يبقاش ظلم، كأمهات وأباء دورنا السعي، النتائج بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني فإحنا في الآخر، ودي أحد الحاجات اللي بقولها دايما في بداية كل سيشن عشان الأمهات بتحبط جدا، يعني تقول أنا طالع عيني معايا وطول النهار بتكلم وهو لسه مش مؤدب، هو لسه ما بيعملش حاجة، هو لسه مش متربي، وهو إحنا بنغرس، لكن النتائج دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ فإحنا بس هنسأل عن إيه؟ هنسأل عن السعي. لما أقف كده كل واحدة فينا تقف قدام ربنا، سعيتي ولا ما سعيتيش؟ يا رب أنا سعيت بكل ما أملك، تمام؟ النتيجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ فدي قاعدة كده دايماً ذكروا نفسكم بيها. أتمنى يكون معاكم ورقة وقلم، وأي بوينت تحسوا إن هي نورت أو هتفيدكم اكتبوها عشان تبقى دايماً قدامكم يعني. فدي قاعدة عامة أنا نفسي لما بقع بقولها لنفسي، يعني دعاء أنت بتسعي بس، خلاص؟ طيب، فدي حاجة مهمة نكون إيه فاهمينها. خلينا نشوف النهاردة يومنا هيمشي إزاي. النهاردة هندردش مع بعض شوية، وبعد كده هنفهم يعني إيه مربي، وبعد كده هنبدأ بقى في العشر صفات بتوع المربي الفعال، وبعدين هنشوف إحنا فين من كل الكلام اللي إحنا قلناه ده، تمام؟ إن شاء الله. طيب، أول حاجة الدردشة بقى، هسألكوا شوية أسئلة وخلينا كده نقعد نمخمخ فيها مع بعض. لماذا أصبح دور المربي أكثر أهمية مما سبق؟ ليه إحنا كان يعني ليه دلوقتي بقى مهم أتعلم ومهم أقرأ ومهم أشوف التربية؟ ليه مهم؟ ليه مهم دوري يعني كأم دلوقتي عن زمان؟ ليه مهم إن إحنا ليه ما بقاش ينفع نربي ولادنا زي إيه ما يعني لماذا لا نربي أبنائنا كما تربينا؟ ليه ما ينفعش نربيهم زي ما تربينا؟ وليه أصبح الموضوع صعب ومعقد ما بقاش بالسهولة بتاعت زمان؟ يعني أنا افتكر أمي مثلا وهي يعني عادي الحياة سلسة كده، كنت بروح المدرسة لوحدي وارجع لوحدي وماما يعني الحياة سلسة ما فيهاش تعقيد، يعني أمي ربتني بالفطرة، ما راحتش أخذت كورسز وتعلمت ودفعت فلوس قد كده عشان تاخد كورس وتتعلم ازاي تربينا، هي اتربينا بالفطرة والحمد لله طلعنا كويسين. وكانت أسرة مكونة مثلا من خمسة، احنا خمسة، كان زمان الأسر عددها أكبر كمان. فليه الموضوع بقى complicated؟ يعني ليه بقى فيه مشكلة؟ تعالوا كده ندردش مع بعض واسمع منكم ايه رأيكم. مع حضرتك نورهان. اتفضلي نورهان، هقرا الشات بتاع سلمى بس نورهان خلاص. اتفضلي نورهان. ليه بقينا مربين يعني مهتمين قوي كده؟ لان للأسف انا مثلا بالنسبة لي بحس ان الحياة مش هتدي فرصة بعد كده للإنسان العادي، احنا كترنا قوي يعني، وعشان ولادنا يبقى ليهم مكان لازم يبقوا شاطرين في الحاجة اللي هم قادرين يبقوا شاطرين فيها. طول الوقت ده بيمثل علينا لود، لان الحياة بقت يعني صعبة، مش هيبقى فيها مكان للشخص اللي قدراته قليلة او اللي يعني اللي مش مميز في حاجة. عشان كده الواحد انا بالنسبة لي بحاول اعرف اوصل هم متميزين في ايه، بحيث ان انا احطهم على الطريق اللي هيفضلوا هم ماشيين فيه طول حياتهم. انا شايفه ان ده اكبر حاجه مخليه الحياه اكثر تعقيدا، يعني ان ما فيش مجال للانسان العادي بعد كده. فهمك يا نورهان، تمام. شغله تقريبا كانت كاتبه
عشان الدنيا بقت أصعب والعالم بقى مفتوح أكتر والتكنولوجيا بقت مسيطرة على الوضع. تمام يا سلمى، ايه كمان تفتكروا؟ ليه كمان؟ طب ليه ما نربيهمش زي ما احنا تربينا؟ يعني ليه أهالينا كانت يعني نربيهم زي ما تربينا وخلاص، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة من وجهة نظركم؟ جروب ساكت من الأمهات، اتفضلي هناء. لا ما ينفعش معايا سكوت، ظروف المجتمع اتغيرت كتير عن أيام ما اتربينا. شكرا يا سلمى. فتن الدنيا غيرت أخلاق الناس، وحابة أربي ابني عشان العالم بقى متفتح بوجود النت والموبايلات. أوكي تمام، اتفضلي هناء. هنا انت رافعة ايدك، اتفضلي لو حابة تقولي حاجة. أظن لأن المؤثرات اللي في المجتمع اختلفت معاييرها عن زمان بكتير. صحيح صحيح تمام، يعني احنا كلنا متفقين ان اصلا الدنيا طبيعتها اتغيرت. زمان كانت الحياة ابسط، فبالتالي التربية كمان كانت ابسط. يعني اهلينا كانوا لا يملكوا الا الفطرة، بس ما كانش فيه كم المدخلات دي. يعني كلنا كنا اهالينا بس اللي بيربونا، تمام؟ لكن دلوقتي ما بقاش الاهل بس اللي بيربوا، لا بقى في انترنت بيربي، بقى في سوشيال ميديا، بقى في اعلام، بقى في مدارس، بقى في مجتمع، بقى في نادي بنقضي فيه نص الوقت. يعني بقى في حاجات كتير جدا مدخلات، فبالتالي ما ينفعش اقول طب ما احنا اتربينا والحياه يعني ما خلاص، يعني ما نربي وخلاص. احنا زي ما اتفقنا والمبادئ بناخد اتغيرت. والمبادئ اتغيرت، دي حقيقه. ياسمين كده، عشان العالم بقى متفتح عن زمان بوجود النت والموبايلات. صح جدا ياسمين فعلا. طيب نرجع تاني نشوف اصلا يعني ايه مربي. عايزاكم دايما تفرقوا. انا سميت السيشن مربي، تمام؟ في فرق شاسع بين التربيه والرعايه. الرعايه كتير مننا بيزنق نفسه مع ولاده في حته الرعايه ويحس ان ده دوره. ايه هي الرعايه؟ ان انا ااكل احسن اكل، healthy food healthy lifestyle، ولبس ونيم وحمي ودلع ولبس لبس نظيف وودي، تمام؟ دي اسمها رعايه. يعني ايه؟ يعني ممكن اي حد يعملها، خلاص؟ ده جزء من دوري. ده جزء من دوري، بس ده مش دوري كامل، ودي نقطه لازم نكون واعيين ليها جدا. عشان كده استشهد اسمها المربي. دورك الاصلي ودور الاب الاصلي التربيه وليس الرعايه. يعني ما الابهات اللي حاليا، انا عارفه ان الحياه صعبه جدا وظروف الحياه صعبه جدا، ولكن الاب بيبقى راضي كده ونايم مرضي عن نفسه وهو حاسس ان انا بصرف على اولادي كويس. لا دي رعايه. يعني احنا لو جبنا اي حد سبونسر، اي حد هيتولى امر الاولاد ويصرف عليهم كويس، دي رعايه، تمام؟ انما دوري ايه؟ دوري ان انا ربي، ده الدور اللي انا هاسال عليه، تمام؟ طيب تعالوا نشوف بقى يعني ايه برضو مربي. المربي هو ذلك الشخص الذي يبني، مش عارفه انتوا شايفين ولا، الذي يبني شخصيه من يربي ويغرس قيمه واتجاهاته ومعتقداته. ايه بقى؟ دينيا، نفسيا، اجتماعيا، عقليا وجسديا، تمام؟ انا دوري في حياه اولادي ان انا اغرس وابني، ابني كده شخصيتهم. طيب احنا يعني مش هقول يعني نسبه كبيره مننا بنحصر دورنا في فكرة التنمية الجسدية والعقلية، انه يبقى شاطر في المدرسة عشان لازم بقى يحصل وكده. ما احنا برضو معيش، احنا دافعين دم قلبنا في المدارس، فاحنا بالتالي لازم ايه اخد يجيب الاكستريم، تمام؟ بنهتم بالناحية العقلية والجسدية، وده مش وحش، ده جزء من دورنا، ولكن بننسى او بندي جزء بسيط للجزء الديني، ودي اكبر اشكالية، والنفسي والاجتماعي. كتير من القيم النفسيه والدينيه والاجتماعيه بتسقط مننا في المطحنه اللي احنا فيها. يعني الولاد تيجي يلا بسرعه بقى، يلا عشان تعمل هوم ورك بسرعه، فاحنا مضغوطين، احنا اصلا بنجري، احنا كلنا بنجري عشان خاطر عايزين نوفر لهم مستوى معين ينمي الجانب العقلي والجسدي. وزي ما قلت ده مش وحش، ولكن ده مش بس الدور اللي احنا موجودين من اجله. انا مش هبقى فرحانه ابدا بابني اللي يطلع مثلا دكتور رياضي لكن هو خاوي من جوه، هش نفسيا، خاوي دينيا، ملوش اي علاقه، فاشل اجتماعيا، انا هعمل بيه ايه؟ تمام؟ فلازم ننظر للنظره دي، ان انا دوري
ديني، بغرس غرس ديني نفسي اجتماعي عقلي جسدي. خلاص الخمس محاور دول مهمين جدا جدا، هو ده الانسان اللي انا بسعى ان انا اطلعه. طيب احنا مفحوطين وطالع عينينا ومفيش وقت وتعبانين جدا، انا حاسه بيكم طبعا، بس هما في الاخر ما لهمش دعوه بالسوشيال ستاندرد او القوالب اللي احنا اتحطينا فيها. يعني احنا اتحطينا في قالب ان لازم ولادنا مش عارفه يبقوا ايه وتوب اتشيفر ايه، ولازم في يدخل بطوله ويحقق مركز ايه، ولا احنا خلاص حطينا نفسنا في الحته دي. هتعمليها حلو، بس ما تنسيش ان انت في حاجه تانية مهمه، في دين وعقيده، في نفسيه، في اجتماعيات، لازم مهارات اجتماعيه الولد ايه تنميها فيه، تمام، او البنت يعني. حلو، حد كده المعنى ده واضح؟ يبقى انا كمربي بشتغل على خمس محاور في ولادي، جزء ديني، الشق الديني، ومحدش يقول لي انا بزعل الولاد عشان يصلوا وبحفظهم قران. طبعا ده حلو، ولكن يعني واحنا جايين في الطريق كده هنتكلم عن اهميه العقيده عند الولاد. عقيده ولادنا ده جزء، لو انا قلت لكم ان دي بس كفايه في ظل بقى اللي احنا عاملين نقول الانترنت والمدخلات والعالم مفتوح، لو احنا ربينا دي بس عقيده سليمه عند ولادنا، يعني خلاص انا حطيت في قلبه بوصله تعرفه الصح من الغلط والحلال والحرام. عقيده مش ان هو يحفظ بس القران ويصلي صلوات في وقتها، لا، عقيده معناه ان هو يبقى فاهم ان انا علاقتي بربنا، يبقى فاهم ان الدنيا دار ابتلاء، وان في حاجه اسمها قدر، في خير وفي شر، وان انا في الدنيا بأختبر. فلما بنعدي بدروس في الحياه بتمر علينا بتزود العقيده، تمام. الجانب الاجتماعي ان هو يروح يزور جدته، يبقى فاهم ان تيتا لما تبقى تعبانه يبقى لازم نزورها، وان صاحبه لما يبقى تعبان لازم يروح ويزوره، وان دي زياره مريض، ويبقى فاهم ان في اجتماعيات، في مهارات اجتماعيه، في حاجه اسمها اداره الغضب، في حاجه اسمها الحلم، في حاجه اسمها الصبر في العلاقات، يعني في مهارات اجتماعيه، تمام. طيب فده جزء مهم نكون برضو فاهمين. انا عارفه ان كتير هنتخنق ونحس ايه ده الموضوع كبير قوي او الموضوع معقد قوي، ولكن لو احنا مؤمنين بيه، يعني لو احنا اوريدي اصلا واقفين على ارض صلبه، الموضوع ان شاء الله هيبقى سلس بالاستعانه بربنا سبحانه وتعالى. طيب خلينا نقول ايه، عمليه التربيه عمليه تحتاج للعديد من المهارات والقيم والمعاني اللي انا قلت لكم في اول السيشن دي ليكم انتوا، تمام. يعني انا عايزه الصفات او الحاجات اللي انا بقولها دي عشانكم انتوا، هتفيدكم مع اولادكم، بس هي كمان جدا هتفيدكم في الحياه. يعني اللي انا بقوله مش بقوله حجر على التربيه، مش بقول سيشن تربوية هتنفع بس مع ولادنا بس، لا، أنا المهارات اللي احنا هنتكلم فيها هي مهارات هتفيدكوا انتوا في الحياة، هتخليكوا أكثر سلام نفسي يعني وأكثر صحة نفسية، تمام؟ طيب هي العشر حاجات دي. أول حاجة إن أنا كمربي أو كإنسان لازم يبقى عندي هدف ومعنى، يعني أنا عارفة أنا عايشة ليه، أنا فاهمة في الجزء بقى التربوي انا بربي ولادي ليه. في مننا اللي بيربي ولاده عشان يبقى شبح في الحياه بقى، يعني يطلع يقفل ويشتغل في شركه مالتي ناشونال او يعرف يعمل بيزنس، هدف ومعنى. في مننا اللي هو بيربي عشان خاطر يبقى ابني توب اتشيفر في كل حاجه، ده هدف، تمام. دي كلها اهداف، ولكن الاكثر استمراريه والاكثر تاثيرا والاكثر نفعا اللي هي النوايا اللي بتبقى ملهاش علاقة بالناحية المادية، بالمادة، ملهاش علاقة بالتفوق الدراسي، ولا ليها علاقة بالناحية المادية، ولا ان هو يبقى معاه فلوس، ولا ان هو يعرف، ليها علاقة بالناحية الشخص السوي الصالح المصلح، تمام. ودي الافضل على الاطلاق، ان انا عندي نية ان انا اولادي يطلعوا صالحين مصلحين. بس يا جماعة يعني دايما رجعوا نفسكم لما تلاقوا نفسكم متشبثين بحاجه، عارفين انتوا الاب والام اللي هو ايه، لا يا حبيبي انت لازم تطلع دكتور، انت لازم تطلع مهندس، انت لازم تطلع مش عارفه ايه، انت لازم تطلع ايه. اهدوا وخلينا نظبط نيتنا على ان انا في الاخر انا عايز ابني صالح، انسان كويس مصلح، يعني عارف دوره في المجتمع وليه دور في الحياه، مش عايش هفق كده وخلاص، وسعيد وسوي نفسيا. انا يعني ده الطبيعي،
هل ده معناه ان احنا نخسف بيهم الارض؟ او من كان حد فيكم بيقول ان انا عايز اشوف مهارته فين، ايه الحاجه اللي هو تالنتد فيها واحطه فيها؟ طبعا نعمل كده، ولكن ما نهرسوش. يعني ما نهرسش الولاد في فكره اني لا انت لازم تطلع كده، لا طب بص بقى انت لازم تعمل كده، ولاقيني بضغط نفسي وبضغط ولادي وعلاقتي بيهم سائد جدا، ونفضل مضغوطين وسيئين والعمر يعدي والولاد يبقوا مراهقين ونلاقي نفسنا خسرناهم. عشان ايه؟ انا في الاخر انا شايفه ان الطريق ده بتاعك امشي. يعني ده بيوقعنا احنا اصلا كبيرنتس، يعني بيخلينا احنا مش كويسين. فايه الصح؟ الصح ان انا عندي نيه ان ابني يبقى صالح او بنتي تبقى كويسه، حد فاهم دوره في الحياة، حد مصلح لما بيشوف اللي حواليه عندهم إشكالية بيعرف يصلح اللي حواليه. إحنا من كتر الجهد اللي إحنا بنبذله في إن العيال تطلع بقى زي ما قال الكتاب كده ويلا، الولاد بقى لما بيكبروا، وده اللي حصل في المجتمع، إن تلاقي إن لا أنا مش فاضي، أنا هودي ماما دار أيتام، دار المسنين، ما أنا مش فاضي، أنا عايش لنفسي، عايش لنفسي بس، أنا اتربيت ان انا واجبي اهم حاجه، مذاكرتي اهم حاجه، صحتي اهم، انا اجو تمام. وده مش صح، وده على اللونج ران مش صح. ولو احنا قعدنا نقارن الحياه البسيطه بتاعتنا واحنا بنتكلم بحياتنا دلوقتي، هتلاقوا كم الضغط النفسي اعلى، كم الجرائم، كم الادمان اعلى، كم الانحرافات الجنسيه اعلى، كم الانحرافات السلوكيه اعلى. ليه؟ عشان الضغط ده، الحته اللي احنا حاطين نفسنا فيها دي. يا جماعه فاهمين النقطة دي ولا في فيها إشكالية؟ حد عنده سؤال في الحتة دي؟ طيب، يبقى أول نقطة عند المربي إنه يبقى عنده نية صالحة، تمام؟ نية كويسة، نية مش على هوايا ومش على السوشيال ستاندردز والمجتمع حطينا فيها. المجتمع بيقول إن العيال اللي بتشتغل في شركات مالتي ناشونال هم اجمد عيال عيوله، فلازم انا اطحنه بقى في انترناشونال سكول واطحن نفسي ونعيش انا وبابا في الشارع بنشتغل عشان نعرف انا مش بقول ان احنا نعلم لغاية دي حاجه وحشه، لا خالص اطلاقا، انا بقول دي حاجه كويسه، ولكن باعتدال. باعتدال، ما تهرسوش نفسكم ولا تهرسوا الولاد، تمام؟ السوشيال ستاندرز حطتنا في حته، فاحنا عمالين بقى نجري بقى في دايره، فما تعملوش كده في نفسكم ولا في ولادكم، تمام؟ خلينا نشوف النقطة الثانية. النقطة الثانية عند المربي إنه متحمل مسؤولية. أنا عارفة أنتم متحملين مسؤولية، ده أنتم طالع عينكم المسؤولية، ولكن المقصود بتحمل المسؤولية إني أنا فاهمة كويس، ودي قاعدة نحطها في دماغنا، ما نحطش expectations عالية على المؤسسات أو الأماكن اللي إحنا بنحط فيها أولادنا. وأنا لا أعني المكان بعينه، ولكن أبقى أنا كبيرنت فاهمة إن أنا اللي بربي، أي حاجة تانية دو حاجة مساعدة، لكن مش هتربي لي ولادي. طيب أنا حطه في أفضل مدرسة تربويين، حلو جدا، وده دورنا إن أنا أنقي أحسن بيئة لأولادي، ولكن أبقى فاهمة إن الأصل أنا، إن الأصل أنا. أنا قابلت أم الأمهات، يمكن كلنا يعني بتقولي أنا، طبعا هي بقى إيه، الولاد في مدارس وبعدين دروس وبعد كده نادي، فبتقولي انا بقابل ولادي في العربيه، يعني انا بقابلهم في العربيه وانا بوصل لهم المشاوير، فالمفروض تربي بقى يعني في التراكس دي، هي المفروض بقى ايه تربي. فده اشكاليه كبيره، ما تقوليش نعمل ايه، ما تقوليش نعمل ايه. وقتي مع ولادي واحساسي انا ان انا ام واب، احنا مسؤولين اصلا على غرس الخمس الحاجات اللي احنا قلناهم في الاول دول، ده دورنا، محدش هيعمل لنا ده كله، محدش هيعمل لنا ده، مفيش مكان هيعمل ده، انا الاصل والباقي ادوار مساعده. فما تجيش تقولي لي مثلا يعني انا اشتغلت كتير في مدارس كتير بمستويات مختلفه، فبحس ان في حته ايه ده، هو مش احنا دافعين فلوس ما تربولنا عيالنا؟ يعني المدارس بتقوم بدور، ولكن تفهمي او نفهم ان انا الاصل. المدرسة عمرها ما هتجيب قيمك ومبادئك وحياتك واللي انت عايزة ابنك عليه او بنتك، احنا الاصل، واي حاجة تانية دور مساعد. بلاش نرمي باللوم على نفضل بقى ايه دور الضحية بقى، ده مش عارفة ايه والمدرسة بوظته، لا ده النادي بوظه، لا ده الكابتن انا قلت له اعمل لي كذا 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 في ابني. انا ممكن اطلب المساعدة من حد، ولكن برضو
مرميش باللوم على حد وانا اصلا مقصره. يعني ما جيش انا الام اللي بتقعد مع اولادها في العربيه بتشوفهم في اليوم في العربيه واقول ده المدرسه مش بتربي او ده النادي ما بيربيش، محدش هيربي محدش هيربي. فبالتالي انا الاصل، انا الاصل كاب وكام احنا الاصل في التربيه. اوكي يا جماعه، هو ايه اللي حصل ده عندي ولا في مش عارف. فتاني نقطه في المربي ان هو يكون متحمل المسؤوليه. انا ابني عنده اشكاليه في اداره غضبه، انا باخد بالاسباب وبعلمه ازاي يدير غضبه وبقرا وبستمع وبحاول، وممكن اروح للمدرسه اقول لها انا عندي مشكله. لما تلاقيه غضب او التيتشرز بتاع التيتشرز بتوعه لما تلاقوه عنده جات له نوبه غضب اعملوا 1 2 3. انا القائد، محدش بيقود حياة أولادي. تمام؟ أروح للكابتن وأقول له لو سمحت ما تتعصبش عليه، لو سمحت ما تهنش ابني في التمرين، لو سمحت مش عارفة إيه. دول بيخدموا عليا، بيخدموا على تربيتي، لكن أنا الأصل. أوكي يا جماعة؟ النقطة دي واضحة؟ هو أنا مش عارفة هو أنا إيه اللي ظاهر، يعني حد فتح الكاميرا فده مأثر عليا ولا أنا ده أنا؟ إيش؟ الكاميرا واضحة يا مصدوعة والبرزنتيشن واضحة تمام. طيب أوكي. لو في اي حد عنده اي شغل او اي مشكله فان هو يعني ممكن يتفضل يقول، لكن من عندي الدنيا تمام اتفضل. طيب يبقى تاني صفه في المربي ان هو متحمل مسؤوليه. ما حدش يجي يقول لي، وعشان دي انا شفتها في ناس كتير، ما انا بدفع دم قلبي ليه، انا طالع عيني ليه، انا مش عارفه ايه. ده اختيارنا، ده اختيارنا، وده لا لا يمحي دورنا في التربيه. تمام؟ انا اخترت ان انا احط ولادي في مدرسه مصاريفها فوق طاقتي، فبالتالي بقيت انا في الشارع طول اليوم وجوزي في الشارع. ده اختياري صح، بس ما اجيش اقول هم العيال مش متربيين ليه. ما العيال يا جماعه بتتربى بينا احنا، احنا اللي بنربي. تمام؟ ما نتوقعش بقى ايه. فخلينا نقول المشكله عندنا، يعني خلينا نعترف بيها عشان نحلها، لكن ما نجيش نقول ايه بكل حاجه بتبوظ. لا، ما هو الاصل انا خلاص. فدي نقطه مهمه بتفرق جدا في الطريق، يعني واحنا ماشيين في طريق التربيه واحنا بنربي ولادنا، احساسنا واحنا كده بنبص للمرايه وعارفين الاشكاليه فين، بيساعدنا ان احنا ايه نحلها، وبيساعدنا ان احنا نبقى عارفين دورنا وحاطين نفسنا في الاطار الصحيح، حاطين نفسنا في البرواز الصحيح، مش اللي هو منسحبين او حاسين ان احنا ضحيه او كل العالم بيتحكم فينا وولادي باظ وانا مش عارفه. او اشوف امهات كتير جدا اللي هو الولاد باظ وانا مش عارفه اعمل ايه. ليه مش عارفه تعمل ايه؟ ليه؟ يعني احنا ربنا رزقنا فطرة ان احنا نعرف نربي ولادنا يعني. ولكن حاولي واستعينوا بربنا سبحانه وتعالى في موضوع التربية ده جدا، وموضوع التحمل المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خلاص، كلنا احنا هنسأل عن رعيتنا دي. يبقى دي تاني صفة في المربي. طيب النقطة دي، في حد فيه عنده سؤال، عنده ايشو، عنده تعليق، عنده اعتراض؟ عالي جدا، احنا safe environment ان حد يعترض او يقول رايه او يعبر عن اي اشكاليه او مشاعره حتى. اتس اوكي. طيب خلينا نروح النقطه اللي ورا. يبقى من صفات المربي انه عنده نيه صالحه، انه متحمل المسؤوليه. طيب تالت نقطه ايه؟ انه بيعبر عن مشاعره. يمكن احنا ولادنا صغيرين فتلاقوا موضوع التعبير عن المشاعر ده ها كويس، ولكن يعني لما الولاد هيكبروا شوية، أو لو فيكوا حد أولاده كبار شوية، بيبقى الموضوع مش واخد حجمه الطبيعي. إحنا شاطرين جداً، أو مش معظمنا بيبقى شاطر جداً في التعبير عن أي مشاعر تانية إلا مشاعر الحب. يعني إيه؟ شاطرين في التعبير عن الغضب، بنعبر عن غضبنا، في التعبير عن الاستياء، في التعبير عن النقد، او ان انا مستاءة او متضايقة او غضبانة او قرفانة او زهقانة، او بنعبر، يعني بنعبر بشكل ما او باخر. تمام؟ بنتفاوت في طريقة التعبير بس بنعبر. ولكن بتحصل المشكلة في ان احنا نعبر عن مشاعر الحب، ما بنبقاش عارفين نعبر ازاي، يعني او عارفين بس مش قادرين، او اصلا احنا نفسنا ما فيش حد بيعبر لنا عن الحب فاحنا اصلا تعبانين. يعني ودي نقطه يعني برضو بتبقى فيها يعني اشكاليه، ان الام نفسها او الاب يكون هو نفسه مجهد نفسيا فمش قادر يدي مشاعر. ولكن اللي انا عايزه اقوله ايه، ان التعبير عن مشاعر الحب من الحاجات اللي بتسبب اشباع نفسي غير عادي. لذلك حتى
ايام الرسول صلى الله عليه وسلم لما صحابي كان ماشي مع الرسول فقال له يا رسول الله انا الصحابي ده انا بحبه، فقال له قلت له اخبرته، فقال له لا، قال له اذهب فاخبره، قل له اني احبك في الله. من كتر ما الموضوع بيفرق في العلاقات بيفرق، وما فيش علاقه اهم من علاقتنا باولادنا، ان احنا نعبر، اقول لابني انا بحبك قوي، انت انا بشكر ربنا على ان انت نعمه في حياتي، اطبطب عليه، ادعي له وهو نازل الصبح، احضنه كتير، نحضن كتير، يعني يبقى في مشاعر، ما تبقاش العلاقه. يعني بصوا العلاقه بتبدا، يعني انا بقول ان احنا لسه في السيف زون، يعني لسه كامهات في سن صغير يعني لحد ما الدنيا معقوله، بس لما بقابل بقى او بدي سيشن لامهات المراهقين الموضوع بقى بيبقى اكستريم، بقى الكيرف بقى بيبدا يعلى كده في موضوع بقى اللي ايه، ان العلاقه تتحول لنصايح ونقد، ومفيش اي حاجه تاني، مفيش حياه. لدرجه كان في ام الامهات في احد الاستشارات بتقول لي انا ما بقعد معاها مش عارفه اقول ايه، ما بقعد مع بنتي مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اتكلم في ايه، مفيش حاجه بتجمعنا. متخيلين العلاقه ممكن توصل لفين؟ فبلاش نكسر الجسور من دلوقتي، خلينا نعبر. طيب واحنا هنا بنقول ايه، نستخدم لغات الحب الخمسه، يعني هقولها لكم كده بشكل سريع لحد ما ربنا يكرم وبقولها لكم في سيشن تاني. لغات الحب الخمسه، ان كل يعني مضمون الفكره بيقول لك ان كل حد بيتحب وبيحب بلغه، يعني انا بتحب بلغه ورضوى بتتحب بلغه وسهى بتتحب بلغه. رضوى بيفرق معاها الكلمه الحلوه، انما دعاء ما بيفرقش معاها قوي الكلمه الحلوه، بيفرق معاها قوي الهديه. تمام، تهاد وتحبه، يعني دي ناس بيفرق معاها جدا، في ناس بيفرق معاها الخدمه، اني اعمل حاجه علشان، يعني اعمل حاجه عشان ابني، انا النهارده عملت لك الاكله اللي انت بتحبها عشانك. تمام، في ناس يفرق معاهم التعبير بالكلام وهكذا، يعني نستخدم نشوف اولادنا بيفرق معاهم ايه ونعمله. في ناس يفرق معاهم اللمس، الاحضان، في ولاد على فكره ما بيحبوش الاحضان، اولاده بنات ما بيحبوش يتحضنوا، بس يحبوا يسمعوا، او ما بيحبوش كمان يسمعوا، بس يحبوا اني اجيب لهم هديه صغيره حتى لو بونبونايه، بس يحبوا مثلا اني اعمل حاجه عشانهم وهكذا. فما نحصرش نفسنا ان انا بقول نعبر عن المشاعر، ان انا طول اليوم انا قاعده مثلا عايزه احضن ابني وابني ما بيحبش الاحضان، فابدا اقول ايه ده، لا ده جاف ما عندوش مشاعر، لا هو عنده، بس انا محتاجه اعرف هو طريقه حبه ازاي، هو بيحب ايه عشان يحس بالحب. تمام، فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا، اني اعبر عن مشاعري زي ما انا بعبر كده، بنصوت طول اليوم، بننكش شعرنا ونقعد نصوت ونديهم كلام جميل، خلينا كمان نعبر، مش كمان، خلينا نقلل من ده ونزود من مشاعر، مشاعر الامتنان، ان انا لما اولادنا يعملوا حاجه نمتن ونعبر ونقول بجد انا مبسوطه قوي انك مسكتي اختك الصغيره، بجد انا مبسوطه قوي انت خلصتي الهوم ورك ما شاء الله عليكي، بجد يعني فخوره بيكي، انا بحمد ربنا على وجودك، انا الحمد لله انت نعمه في حياتي او انت نعمه في حياتي. الكلام ده حلو، بيبني جسور يا جماعه. احنا اولادنا في السن ده بنبني علاقه كاننا بنحط طوبه طوبه، عشان لما في المراهقه ما يحصلش جاب فظيعه بيننا وبين اولادنا، عشان يبقى فيه جسور تواصل طيبة ومشاعر طيبة. تمام؟ طيب، يبقى احنا قلنا كده ثلاث حاجات في المربي. من الصفات الحلوة اللي بتبقى في المربي المرح، انه يكون مرح، بيستغل المواقف ليقضي وقت مرح وممتع مع اولاده. وانا برضو عارفة ومقدرة جدا ان احنا ساعات بنكون منهكين جدا ويومنا ما فيهوش نفس، ولكن اصطنعوا وجددوا نيتكم وحطوا نية، انتوا بتعملوا كده ليه؟ انتوا بتغرسوا البني ادمين اللي معاكوا دول، هيطلعوا ان شاء الله بني ادمين صالحين مصلحين، حاجة كده تتشرفوا بيهم. هنتعب شوية دلوقتي، هنيجي على نفسنا شوية دلوقتي، بس ان شاء الله قدام شوية ربنا يورينا، يعني ربنا كده يورينا ثمرة الجهد ده كله. فان احنا يبقى فيه اوقات حلوة مع الولاد، وقت حلو كده، نضحك، نهزر، نزغزغهم، نضربهم بالمخدات، نخليهم يحكوا لنا عن يومهم، اي حاجه فاني، يعني اي حاجه كده فاني، عشان ما نتحولش الروبوتس. احنا ساعات من كتر الضغوط، وانا والله بذكر نفسي واياكم، يعني انا بقول لنفسي الكلام ده برضو، ان ساعات من كتر بقى ايه السكادجول المليان، مفيش وقت نضحك اصلا، مفيش وقت اقعد اتكلم مع اولادي واضحك. ما تعملوش ده، اوجدوا انتوا الوقت، حتى لو انا في وسط وانا مراحه مواصلات تمرين هنلعب لعبه، انت ايه رايك في سن ولادكم مثلا، قول لي لعبه اللي هي حيوان وانسان وجماد مثلا، تعال نفكر في حيوان بحرف الكذا،
ونضحك ونتبسط حتى لو وقت قليل، بس لازم يكون موجود. تمام، فدي نقطة مهمة. طيب النقطة دي بقى يعني مهمة قوي، وبعديها ممكن نعمل كده سيكا ونعمل أسئلة. إن أنا كأم كأب، أتمنى يكون معنا أبهات والله، لازم أكون واعية وبتعلم. يعني ما كنش حد قاعد ساكن في مكانه زي الزرافة كده، لما مش عارفة ايه، مين البيت في نراسه في التراب، ندفن راسنا في التراب وعايشين في قوقعة الحياة. انا بعمل اكل بسرعة، انا باجي بسرعة، انا بعمل اكل ولادي هومورك، يلا بسرعة ننام يلا. فانا قاعدة كده في بوتقة والعالم حواليا بيتحرك وفي حاجات كتير جدا وانا مش دارينا بيها. انا عايشة في ام انا وولادي، فانا مش فاهمة هو في ايه. تمام، ما تعملوش كده في نفسك، يعني دي حاجة وحشة، حاجة مش حلوة، حاجة حتى بتخلي ولادنا طالعين في نفس الأم حاسين ده طبيعي. الطبيعي ان احنا نعيش في أم، لا، الطبيعي ان انا بتعلم، الطبيعي ان انا بحط وقت لنفسي كأم بتعلم فيه وأطور مهاراتي، الطبيعي ان انا شايفة العالم. يعني مثلا قضية زي قضية فلسطين دلوقتي، فلسطين قضية عقيدة، دي عقيدة، مش حاجة، يعني مش حاجة بقى احنا مالنا بقى والعيال صغيرة، لا، دي عقيدة لازم انا اكون واعية بيها. يعني لازم اكون انا مصحصحة وواعية بيها وشايفة وعارفة التاريخ ماشي ازاي واواعي ولادي. هتقولي طب ما الولاد صغيرين يعني اكلمهم ازاي عن فلسطين؟ لازم الولاد يكون فيه عارفين خريطة فلسطين، عارفين ان في بلد اسمها فلسطين. انتوا عارفين ان انا كنت قريب نزلت اشتري خريطة، ان انا قعدت ادور عشان الاقي خريطة عليها فلسطين. معظم الخرائط اللي هنا في مصر كلها إسرائيل، فبالتالي لأ، أنا أجيب خريطة وعرف ولادي إن في بلد اسمها فلسطين، وإن فلسطين دي عربية، وإن فيها مسجد من أهم المساجد اللي في الحياة، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يشد الرحال إلا لثلاث مساجد منهم المسجد الأقصى. لازم يفهموا إن هو كان القبلة بتاعتنا الأول عند المسجد الأقصى، لازم يشوفوا صوره، لازم يبقوا فاهمين إن في حياة برة، يعني في عالم برة بيتحرك. تمام، وان في يهود مش كويسين عايزين ياخدوهم المسلمين وبس. انا مش بقول وريهم الفيديوز وخلوهم مش عارفه ايه، لا، مش احنا اولادنا صغيرين، ممكن اقول ده الامهات اولادهم اكبر، ولكن الصغيرين لازم يبقوا فاهمين ان في عالم احنا مهتمين بيه، وفي دنيا تانية غير دنيا غير الام اللي احنا عايشين فيه. فانا كمربي ده دوري ان انا اكون واعيه، بتعلم، شايفة المجتمع فيه ايه، والدنيا ماشية ازاي، وبحاول اواعي ولادي. تمام، فدي نقطة مهمة. طيب ممكن اوقف شير لحد كده ونتكلم نتناقش، في حد عنده اسئلة في الخمس نقاط اللي احنا قلناهم دول؟ احنا قلنا خمس نقاط، مين يقولهم دي؟ سنة قد ايه الطفل؟ مش شفتش، هشوف اهو الشات. هنعرف ازاي؟ طيب ماشي، اوكي، في اسئله اهي. بقى متفتح عن زمان. سلمى بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تربوهم كما ربيكم ابائكم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. صح جدا. هنعرف ازاي؟ طيب جينيفيرا، انا جينيفيرا صح، انا مش عارفه قصدك ايه، هنعرف ازاي؟ طيب جينيفيرا، ازاي هنفهم ازاي ايه هم مشاعرهم بيعبروا عنها ازاي؟ يعني قلتي غير الحضن، ممكن يكونوا مش عايزين الحضن، مش عايزين الطبطبه، ما هنعرف ايه غير دول؟ هنعرف طيب ازاي؟ انا بفضل اجرب. يعني احنا مثلا انتوا ممكن تقراوا كتاب بتاع اسمه لغات الحب الخمسه، هو بيقولك ان في خمس حاجات الانسان بيحس بالحب بينهم، منهم اللمسة الحلوة مثلا، خلينا نسأل لهم أسماء بسيطة، عشان اللمسة، الطبطبة، والحضن. لو ابنك أو بنتك بيحب قوي لما بتحضنيه، بتحسي أنتي، بتحسوا عين الولاد بتلمع، وبتحسوا بعديها، يعني الولاد اللي بتحب الأحضان بتحسوا بعديها أن الاتيتيود اختلف وأن بقى عندهم كده انرجي. تمام، فلو أنتي ابنك أو بنتك من النوع ده، خلاص أنتي عرفتي أن هما بيحبوا اللمس أو بيحبوا الطبطبة أو بيحبوا الأحضان والبوس والحاجات دي. طب لو أنا ولادي ما بيجيش معاهم سكة الكلام ده، أجرب كده أجيب لهم شوكليت وهحس منها يعني، واشوف. تمام، هل هم من النوع بقى اللي بيجوا بالهدايا وكده؟ طيب ما جاتش برضو معاهم سكه الكلام ده،
اشوف لو هعمل لهم حاجه عشانهم، هعمل لهم الاكله اللي بيحبوها، هعمل لهم اللي هرتب لهم السرير بطريقه معينه، هنقل لهم السرير في المكان اللي هيعملوه، لو اللي هي الخدمه الحلوه هعمل لهم حاجه اخدمهم بيها. تمام. في التعبير اللفظي، لو انا ولادي، انا بقى بقعد اقيس انا كأم، انت كأم هتحسي ان في حاجه يعني بعديها بيفرق، بعديها ابنك بيفرق يعني بجد بجد. يعني انا بشوف ده في ولادي على فكره، انا لما اقعد فتره مشغوله واجي مثلا عند تاليا بنتي واحضنها، هي بتيجي بالاحضان والحاجات دي، واحضنها عم بشوف عينيها بتلمع، وبحس ان هي طب ايه ماما بقى عايزه ايه مني، في انرجي، في طاقه، في حاجه حصلت. تمام. بمجرد ان انا بس حضنت. طيب عايزه اقول معلومه كمان، احنا كلنا عندنا الخمس حاجات دول، يعني احنا كلنا عندنا الخمس حاجات دول اللي هو طرق الحب دي، ولكن بيبقى في حاجه هي اللي بجد بتفرق. تمام. فدي دي الطريقه اللي احنا نعرف بيها. طيب سن قد ايه يبدا؟ انا جاوبتك على السؤال يا منى. هو في سن قد ايه ابدا افهم طفل عن فلسطين وعن ربنا والعقيده وقران، ويبدا، لان حمزه ابني مش مستجيب لحفظ القران، هو 3 سنين ونص. في اطفال ما شاء الله يعني بتحب كده وتردد ورا باباها او مامتها، حمزه لا. طيب بصي ابسطها ازاي؟ طيب بصي يا سلمى، السؤال ده حلو قوي. انا يعني انا مش بقلل من حفظ القران، ولكن انا مش ههتم قوي بحفظ القران في بقى فكره العقيده، ان مثلا ان يبقى في ربنا محور حياتنا، يبقى في حلال وحرام. زي مثلا قطته ماتت، فبقول له مثلا اسمه ايه، قلت لي اسمه ايه؟ حمزه. حمزه مثلا، يا حمزه انت عارف ان ان ان, إن احنا اصلا ربنا خلقنا كل حد عنده وقت، كل حد عنده وقت هيموت فيه، فببدأ أغرس حاجات صغيرة في العقيدة. تمام. لما بيحصل له حاجة وحشة بقول له انت عارف يا حمزة ان ربنا خلقنا كلنا، ان في ده اختبار، وان انت لو قلت الحمد لله يبقى نجحت في الاختبار، وان انت لو وقعت تقول لي يا رب وش معنى كده يا رب، يبقى انت ما نجحتش في الاختبار. اللي بينجح في الاختبار بيروح الجنة، وابدأ اكلمه عن الجنة، وابدا اكلمه عن، مش هتكلم في السن ده عن النار بقى وكده، بس ببدا اكلمه عن الجنه كترغيب. تمام. ببدا في فكره زي ما بقول لك، فكره فلسطين ممكن من السن ده جدا، ما بنوريش الفيديوز الصعبه، ولكن انا بجيب له مثلا البازل بتاع فلسطين مثلا، ده بازل في بلد اسلاميه مهمه جدا عند المسلمين، المسلمين كلهم لازم يهتموا بيها، اسمها فلسطين. تمام. فيها مسجد، وريه صوره المسجد، اسمه المسجد الاقصى. الحاجات دي مهمه قوي يا سلمى، حتى لو هو دلوقتي مش مستجيب لحفظ القران، مش لازم دلوقتي خالص، ممكن كمان سنه سنتين ثلاثه لحد ما يبقى مستعد. بس انا في السنه سنتين ثلاثه دي انا بغرس فيه حب ربنا، انا بغرس فيه ان كل يوم وانا بقعد اقول الحمد لله، بص الولد اللي في الشارع ده، بص نايم ازاي في الشارع، بس احنا الحمد لله ربنا رزقنا ان احنا قاعدين في بيت جميل، اللهم لك الحمد. نعمل ايه بقى للولد اللي في الشارع ده؟ ها فين لبسك؟ عشان ربنا يرزقنا اكتر، انفق وانفق عليك، وهكذا. انا دي اللغه اللي بخاطب ولادي بيها، فلما يجي يحب ربنا ويفهم ان القران ده كلام ربنا، هيبقى قادر ان هو يحفظ قران. انما انا مش لازم، انا ياما اولاد بشوفهم حافظين قران، ولكن هم مع اول دروب نفسي. وعلى فكره المبادئ دي بتخلي عنده صلابة نفسية. أنا لما إحنا ككبار نبقى فاهمين فكرة الابتلاء، وإن الابتلاء ده اختبار، وإن أنا لازم أبقى صلبة عشان أعديه وعشان خاطر أنجح في الاختبار، أنا ببقى قوية وببقى عايزة أجتاز ده. لما ببقى عارفة إن الصبر على الابتلاء، المعاني دي إحنا نفسنا بتقوينا، فما بالك الولاد. فأنتي ما تستعجليش على حفظ القرآن، بس استعجلي على غرس القيم الدينية، على حب ربنا، على ان هو يشتاق للجنه مثلا، يبقى فاهم ان الجنه دي فيها حاجات فظيعه، وابداي بسطي له المعاني وكلميه عنها كتير. فاهماني؟ تمام. فانا كده جاوبت على سؤال سلمى، ازاي اعوضهم عن دور الاب لان زوجي بيسافر وهما متعلقين جدا بيه. تعوضيهم انك انت تكوني يعني انا عارفه قد ايه الموضوع صعب يا فيروز، مش عارفه فيروز ده اسمك ولا اسم بنتك، بس يعني انك بتبقي اب وام، بتبقي الحنونه جدا، الحازمه في نفس الوقت، وده هنتكلم عنه،
ولكن دلوقتي يعني الميديا بتخلينا دايما يبقى فيه بقى فيس تايم ويتكلموا باباهم دايما موجود، وتعوضيهم بانك لا تتجاهلي الاب، يعني في كل حاجه هنرجع لبابا، هنسال لبابا، طب تعالوا نشوف بابا رايه ايه، طب احنا عايز تروح الرياضه دي، طب تعالى نكلم بابا نشوف، يعني اوعي تشيلي الشيله لوحدك. تمام، دايما بابا تحطيه في الصوره وفي البرود. على فكره الكلام ده حتى للمنفصلين، اوعوا تطلعوا، مش من مصلحتنا ان احنا نطلع الاب من الصوره خالص، لا بابا موجود. تمام، فهنرجع لبابا لو فكره الرضع، لو انا مثلا مش قادره، لا يبقى فاهم ان بابا بياخد موقف. فدايما عشان الصوره تبقى متوازنه، انت ما فيش يوم بيعدي الا ما بقول طب بابا هنعمل ايه، طب هناخد بابا، طب ما سلمناش على بابا، طب بابا وحشنا، طب عايزين نبعت لبابا الصوره دي، وهكذا. بابا دايما معانا. تمام، عارفه ان اللود هيبقى عليك كبير، بس ان شاء الله طالما ربنا حاطه في دي يبقى انت قدها وقدودي يعني ان شاء الله. انا ابني بيحب الحضن بس بحس ان هو عايزني طول اليوم ابوسه واحضنه، خايفه عليه قوي عشان مشاعره جايشه دي. ما تخافيش عليه، ما تخافيش، يعني هو هيكبر شويه، يعني ده سن صغير. عايزه اقول لك ان هو وانس ان هو كبر شويه هيبقى بيتكسف اصلا وانت بتحضنيه، احضنيه لوحدي ما تحضنيش قدام الناس، بس خليه يشبع دلوقتي مفيش مشكله يعني. بس تمام. طيب ان شاء الله اكون جاوبت على اسئلتكم كلها. طيب نرجع تاني للبرزنتيشن. احنا خدنا كده خمس حاجات مهمين عشان المربي، ايه اللي انا بعمله ده، عشان المربي يكون مربي فعال بجد ويطلع انسان سوي نفسيا ويبقى هو نفسه حاسس انه بيقوم بدوره، ما نحسش ان احنا في مفرم. طيب ايه كمان من دور المربي؟ نكون حازم. بص الشعرة دي اللي هي ايه، ساعات امهات كتير تفهم الكلام بان انا بقى هبقى بقى طول الوقت حب وغرام وبنطبطب وبنعبر عن مشاعرنا والدنيا جميله، فلما الولاد يجوا يخطئوا او يجوا يسيئوا السلوك فانا المفروض بقى لا احضنه يا حبيبي. وطب الكلام ده غلط. الانسان جبل على ان في ثواب وعقاب، يعني احنا اصلا كبني ادمين الكتالوج بتاعنا نازل ان في ثواب وعقاب، والسلوك الانساني ما بينضبطش غير بكده. فالعقاب مش قصدي عقاب ضرب وإهانة وكده، بس أنا قصدي إن أنا ما ينفعش يبقى فيه ميوعة طول الوقت وإن الدنيا بيش طول الوقت، لا الدنيا مش بيش طول الوقت، في مواقف أنا ببقى فيها حازمة جدا. يعني إيه حازمة؟ وهنا نفرق بين الحزم والعصبية عشان ما تجيش أمي تقولي أنا حازمة جدا، ده أنا صوتي بيجيب بقى إيه لآخر الشارع، ده أنا حازمة آخر حاجة، لا ده ما اسموش حازم. الحزم إن يبقى عندي تون صوت هادي، مش لازم يكون عالي، ولكن حاد، وفي نفس الوقت كلام قليل ما بقعدش ارغي كتير، وتعبيرات وجه حازمه. بمعنى ابني النهارده اتعصب فجي مد ايده عليا، تمام، ابني اللي هو انا صغير بقى كيجي بقى اولادكم كده، فجي مد ايده عليا، ما ينفعش اقول له طب يا حبيبي واحضنه، يعني فيحس ان عادي، يعني الموقف ده ما يعديش عادي، او ابني شتمني او ابني اهني مثلا او قال لي مش عارفه ايه وكده، دي مواقف لازم يكون فيها حزم شديد. تمام، ابني بدأ ياخد حاجات من المدرسة مش بتاعته، فبالتالي أنا دي مواقف لازم أكون فيها حزمة. إيه الحزم؟ إني أنا همسكه وبتون صوت ما ينفعش تكلم ماما بالطريقة دي. أنا ما بقعدش وأنا بقى يعني فكرة إن أنا أقعد في الوقت ده اقول كلام كتير الطفل مش هيفهم منه اي حاجه، ان وانت عشان طفل بقى طفل مؤدب وطفل محترم وربنا يحبك ويدخلك الجنه وانت ما ينفعش تعمل كده، ما تقوليش كلام كتير، قولي كلام مقتضب وحاد يعني حازم وهو هيوصل. تمام، فبتمسكي ايده تقولي ايدك ما ينفعش تتمد على ماما، وانت صوتك حازم، تعبيرات وشك جاده جدا. تمام، انا مش هتكلم معاك دلوقتي، اتفضل اطلع بره، ولما انا اهدى هبقى اجي اتكلم معاك، او لما انت تهدى وانا اهدى نبقى نتكلم مع بعض. تمام، ابني تطاول مثلا، سيف قصر في شيء معين او تطاول، فبالتالي انا قررت ان انت مش هتروح النادي. تمام، فانت مش هتروح النادي، طب ده جه وعيط وتشحتف وعجت له نوبه مش عارفه ايه وعياط وهستيريا، انا حازمه جدا مش هينفع نروح النادي. خلاص، لما بتاخدوا عواقب للامر خليكوا فيها حازمين، عشان الولاد اذكياء جدا، ولو عرفوا انكم بترجعوا في كلامكم بالعياط والشحتفه فهيستلموكوا جدا يعني. فخدوا بالكم من النقطه دي، ولازم يبقى عندنا سنس المربي اللي هو في مواقف ممكن ابقى فيها مرنه،
ودي نقطة جاية، ولكن الأصل إن في المواقف اللي فيها سوء سلوك إن يبقى حازمة. وزي ما قلت فرقوا بين الحزم والعصبية. العصبية مش من صفات المربي، ودي نقطة هنجيلها خالص. العصبية بتقل مني أنا، العصبية بتحرقني أنا، يعني العصبية بتفقدني السيطرة، أنا خسرانة فيها. إنما الحزم بيربي، أنا ببقى متمالكة نفسي، وفي نفس الوقت ابني بيتعلم حاجة أو بنتي بتتعلم حاجة. خلاص، فدي نقطة مهمة جدا تكون عند المربي. طيب النقطة السابعة، إني أكون مرنة ومتفهمة. طيب أنا قلت إن أكون حازمة صح، جت بعديها لازقة فيها مرنة ومتفهمة. في بعض المواقف إن أنا حازمة جدا، ولكن زي مثلا إحنا في البيت حازمين جدا في لما نروح عند تيتا هنرجع الساعة مثلا 9، أنا خلاص إحنا عندنا ميعاد نوم الساعة 9 تمام. مفيش مانع إن مثلا لو إحنا في الصيف وفي ويك أند إن إحنا نتغاضى، نكون مرنين شوية لو الولاد مثلا أهلهم متجمعين ونفسهم، مفيش مانع. يعني في أوقات كده بيبقى فيها إيه استمتاع عيلة مثلا، فخلاص يعني خلينا مرنين شوية، خلينا نبقى متفاهمين. مثلا لو احنا الناس اللي عندها اولاد كبار شويه، ان اللي هيكون متعلق قوي باصحابه، فلما يكون في صحاب بقاله كتير مثلا ما شافهمش قوي، مفيش مانع ان ميعاد الرجوع للبيت يتاخر شويه، مفيش مانع، بس بدون ضغط عليك انت مقرره كده ان انا خلاص انا هتغاضى عن ده. تمام، يبقى التفاهم والمرونه جزء مهم جدا، ولكن ببصيره بقى المربي، مش ان الولاد بيضغطوا فاحنا بنتنازل، مش ان الولد لما عيط فانا اديته اللي هو عايزه، مش لما الولد لما اتمرمغ على الارض وقعد بقى يكح ومش عارفه ايه وكده وفي ولاد بقى بيجيلهم نوبه يقعدوا يرجعوا والحاجات دي كلها، انا ما بقولش نسيبهم ونرميهم، بقول ماشي عادي ممكن نقوم ونحضنهم وننقذهم، بس ما نعملش اللي هم عايزينه الا في المواقف اللي احنا شايفين فيها في سنس كده احنا نعمله، هنا المرونه. تمام، طيب فده جزء مهم قوي لازم يكون يعني عندنا بصيره بيه، عندنا كمان تفهم لخصائص المرحلة. بمعنى انتوا في سن اولادكم في حاجة اسمها من خصائص المرحلة دي ان ممكن يحصل لهم حاجة اسمها استكشاف جنسي، ان اولادي يمسكوا اعضائهم التناسلية او ان يوروا بعض اعضائهم التناسلية. انا كأم فاهمة يعني ده وارد يحصل، لو انا مش مواعية اولادي جنسيا ومش مربيهم كده جنسيا ومش مفهمهم فوارد يحصل، بلاش افور واقول له انت ايه الادب وسافل وحاطط ايدك هنا ليه وانت عامل كده ليه. وان انت كان في ام من الامهات عملتها يعني في حياتي كده في مره من المرات، بنتها يعني حاطت ايدها في الكلاس في المكان ده، فكانت بتقول لها عشان يعني تلهيها عن الامر ده يعني، فكانت بتقول لها انت لو حطيتي ايدك تاني في المكان ده هتنزلي دم وهضطر اوديك المستشفى، كان هي كده بتعالج الموضوع يعني، ولا مرونه ولا تفهم ولا اي حاجه. احنا لو فاهمين من الاصل ان السن ده هيبقى فيه استكشاف جنسي فوارد جدا يبقوا حاسين ان ايه العضو اللي احنا عايزين، ما جزء عادي من جسمهم فعايزين نستكشفه، هنبقى ايه متفاهمين، هنعالج الموضوع بقدر من التفاهم والعقل والعقلانيه. تمام، فدي نقطه مهمه جدا اني اكون فاهمه طبيعه السن واخد كل حاجه كده ايه على الهادي، ما نحملش الولاد الضغط اللي احنا عايشين فيه والجري اللي احنا بنجريه، يعني في حاجات بتتربى فيهم. انا لما بنتي او ابني هيحط ايده في المكان ده هبدا اقول لهم لا ده مكان دي اسمها برايفت بارتس مثلا، او دي اماكن خاصه ما ينفعش حد يشوفها ولا ينفع احط ايدي فيها، ولازم اغسل ايدي والمكان ده مش عارفه ايه، ولما بنشوف حد حاط ايده في المكان ده ابدا بمنتهى السهوله اوعي وافهم بس خلاص. تمام، طيب يبقى من صفات المربي ان هو مرن ومتفهم. انا عارفه ان هتلاقوا بقى كتير ايه بقى لو احنا المفروض نبقى كل ده، احنا هنجتهد نبقى على الاقل كام حاجه من الحاجات دي. تمام، هنجتهد ان شاء الله باذن الله وربنا هيقدر. من صفات المربي ان هو يكون مستمع جيد، يبص لعين ولاده ويبص لهم ويسمع. طيب انا ما بقدرش اعمل كده في اليوم، ما عنديش وقت، على الاقل نحط وقت ان احنا نسمع بجد، يعني مش لو ها خلصي يبقى انا مثلا قاعده على الموبايل، او ها قولي اللي عندك، لا انت انا تعبت من كتر الرغي، عارفين احنا لا اللي هو لا ما تفرهدونيش. تمام، تفاصيلهم صغيره واحداثهم ممكن تبقى بالنسبه لنا ممله، بس هم بيحكوها لنا بحب وشغف
ومتوقعين مننا تفاعل، فخلينا نديهم الإحساس ده. نقطة الحب اللي احنا بنشبهها عند أولادنا والاستماع بتطلعهم شبعانين يا جماعة. يعني الأولاد لما بتكبر شوية وخلاص اتبنى الحاجز بيجروا وراء أي حد يسمعهم ويسمعوا منه، وبيجروا وراء أي حد يحبهم ويحبوه يعني، ويبقى احنا أصلا احنا الأصل، فهم بيجروا وراء أي حد يعمل ده. فاسمعوا الولاد وحسسوهم ان هم قيمة، هم قيمة بحد ذاته، تمام؟ فدي من صفات المربي انه مستمع جيد. طيب على فكرة انا عايزاكم دايما تسقطوا ان الحاجات هنراجع عليهم تاني، بس كل الحاجات اللي انا قلتها دي دي مهارات للحياة. ان انت حتى مع زوجك حتى مع اصحابك كل ما كنتي مرنة وحازمة ومستمعة وعندك نية وهدف وعندك تحمل المسؤولية، دي مهارات لحياة، دي مهارات تمام احنا بنوظفها في الويب، دي مهارات لنا احنا كمان. طيب النقطة بقى اللي احنا بنقع فيها، الفخ اللي احنا بنقع فيه معظمنا، اني اتحكم في غضبي، اني انا اكون ملكة زمام امري. يعني انا دايما لما باجي ادي كده كورس المشاعر بقول الناس ايه، كأن المشاعر دي عاملة زي اللي سايق عربية وشال الفرامل، الغضبان ده بيأذي نفسه، هيعمل ايه؟ هينبس في حاجة يأذي الناس ويأذي نفسه، هو ده الغضب. انا بأذي ولادي وبرجع بالليل عيط واتأذي انا نفسيا، تمام؟ تلاقيني مسكت الولد رنيته علقة وشتمته وقلت له كلام بشع، فجيت في الاخر ابني نايم معيط وانا كمان معيط، انا كمان يعني عملت يعني انا ما بقيتش كويس لما عملت ده. تلاقيني غضبت جدا مع اصحابي فقلت لهم كلام ما كانش ينفع يتقال ورجعت انا ندمت. فانا بأذي نفسي، بلبس في حيطه، تمام؟ اللي بيغضب. فبالتالي الاصل ايه؟ الاصل ان انا معايا الفرامل، الاصل ان انا اللي بسوق نفسي، تمام؟ انا اللي بسوقها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. دي القوه الحقيقيه، انك تفرملي، انك تعرفي كده تلجمي نفسك وتوقفيها، مش اللي هو بقى لا انا مش هكتم في جوايا حاجه واللي عندي هعمله واللي مش عارفه ايه والناس تستحملني، انا طيب انا قلب ابيض بس انا عصبيه، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها ان انا بدير مشاعري، انا بتحكم في مشاعري. فالمربي ما يعني مش عايزه اقول ما ينفعش، بس ممكن يكون عمال يبني 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 ويجي في موقف فيه غضب يعني شديد يهد حاجات كتير قوي من اللي هو مناه. فالاصل ان انا اعلم نفسي ازاي اتحكم في غضبي عشان ولادي بقى يطلعوا ايه. وامهات كتير بتشتكي ايه، بنتي او ابني عصبيين جدا. طب انتي عصبيه؟ اه انا عصبيه. طب هو هيتعلم منين اداره الغضب؟ هيتعلم منين او البنت هتتعلم منين؟ ما الولاد بيتعلموا مننا ان لما يشوفوا ان الاصل ان صوتي عالي لما بتضايق فهم هيطلعوا كده، الاصل ان انا بستخدم ايدي لما ببقى متضايقه فهم بيطلعوا كده، هو ده اللي بيحصل. فبالتالي ما تتوقعوش من ولادنا ان هم يبقوا محترمين بقى ومؤدبين ومتحكمين وانا اصلا مش عارفه اتحكم، هيتعلم منين؟ تمام. فبالتالي المربي والانسان، الانسان الطبيعي انه مسيطر على نفسه، مش اللي هو بيعمل حاجه بقى ويرجع يندم ويقول كلام ويرجع انا عملت كده ازاي. فبالتالي الاصل ان احنا مسيطرين على مشاعرنا. اوكي يا جماعه. طيب ممكن في محاضرة ان شاء الله جاية نحاول نحط كده حتة في السياق بتاعت ازاي اتحكم، يعني ازاي اعملها ان اتحكم في غضبي ان شاء الله بإذن الله. طيب ايه النقطة الثالثة العشرة والاخيرة؟ الصبر. انا مش بعمل حاجة سهلة خالص، احنا مش بنعمل حاجة سهلة خالص. يعني اللي يقولك مثلا ايه، يعني انا بشابو للناس اللي بتشتغل بجد شابو، لان الناس اللي بتقولك ايه ده انت قاعدة في البيت ربة منزل، لا ده اللي بيربي بجد. فالموضوع محتاج مجهود وصبر حقيقي، وبروسيس مش قليلة ومش سهلة ومش بتمر عادي، لا ده طاقة نفسية وجسدية ومادية محتاجة مننا كده ايه وعي، ومحتاجة مننا صبر، ومحتاجة ان احنا نستعين بربنا قوي وندعي ربنا قوي ونستعين بناس تساعدنا وناخد وقتنا. يعني ان انا عشان ابقى صبوره بقى وجميله وكده، ما هو انا لازم يبقى ليا وقت، ما بقاش انا في الطحونه، انا لازم اخرج اتنفس وارجع تاني عشان اعرف اعيش. ما تستخسروش في نفسكم وقت خاص بيكم، ما تستخسروش، يعني الموضوع يستحق جدا، يستحق جدا جدا، تمام.
انا اسفه لو انا بسرع، بس انا ايه خايفه ان الكهرباء بتقطع عندي 8 الا كده، فانا ايه خايفه يعني هبقى معاكم لحد ما ان شاء الله تقطع. طيب احنا قلنا 10 نقاط هعدهم لكم بسرعه، وخلينا المره دي نقولهم بمنظور ايه الانسان. انا كانسانه عايشه في الحياه عشان ابقى انسانه صالحه ومصلحه وبعمل علاقات كويسه وعندي صحه نفسيه وسلام نفسي وفي نفس الوقت مربيه، لازم يبقى عندي العشر حاجات دي اللي هي ايه، عندي هدف وعندي نيه في حياتي، انا فاهمه انا عايشه ليه، متحمله المسؤوليه، ما بلومش على مش عايشه دور الضحيه، ما بلومش على كل حاجه وانا كده تمام، يعني كل حاجه هي اللي خلتني وحشه، لا مفيش حاجه اسمها كده، انا بقف قدام نفسي وبتحمل نتيجه قراراتي. من المهارات المهمة إني أكون بعبر عن مشاعري وبستخدم طرق مختلفة في التعبير عن المشاعر، تمام؟ إني أكون مرحة ولذيذة، ما بقاش إتمة، ما بقاش طول الوقت يعني كده روبوت، مش هنتحول لروبوت، أبقى إنسانة مرحة، أبقى واعية وبتعلم ومثقفة، ولما أقعد مع الناس أبقى فاهمة أنا بقول إيه، فاهمة العالم ماشي إزاي، وبربي ولادي على كده. اني اكون حازمه حتى في العلاقات الخارجيه، حتى مع جوزي، حتى مع اهلي، حتى مع اصحابي، انا طبيعي ان انا اكون حازمه، ما تبقاش حياتي بلا حدود، لا طبيعي ان انا لذيذه وفاني وجميله وحلوه وحبوبه واجتماعيه، لكن لما بيجي موقف حد بيتعدى الحدود فانا حازمه جدا، تمام؟ طيب مرنه ومتفهمه، مستمعه جيده، بسمع الناس كويس، بسمع الناس كويس، بسمع أصحابي كويس، بسمع جوزي كويس، بسمع أهلي كويس، بسمع، تمام؟ متحكمة في غضبي. أكتر حاجة ممكن تخسرنا علاقات أو تخلي علاقاتنا من غير مستقرة عدم التحكم في الغضب، يعني ممكن تخسرنا ناس في حياتنا مهمين، أو حتى لو ما خسرناهمش بس بيفضل في شيء جواهم مننا يعني، فدي نقطة مهمة جدا، إن إحنا صبورين، إن إحنا بنصبر وفاهمين إن التربية عملية إيه، إحنا كاتبين إيه، فالتربية هي مهنة النفس الطويل، فإصلاح النفس البشرية يحتاج وقتاً ليظهر أثره ونتائجه، تمام؟ التربية محتاجة وقت وصبر عشان نشوف النتيجة. طب لو ما شفناهاش دلوقتي هنشوفها إن شاء الله بعدين، طب لو ما شفناهاش خالص أنا سعيد وعملت اللي عليا قدام ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب هقول لكم النقطة اللي جاية وبعد كده نبدأ بقى إيه نشوف الأسئلة. لو أنا سألت اكتبوا لي على الشات، لو أنا سألت من العشر صفات اللي احنا قلناهم تدي لنفسك كام من عشرة كمربية؟ يلا بينا على الشات. ساعات مش بقدر ابقى حزينة ولكن بغضب وزعل انه اتعود هرد عليكي، بس ايه خلينا نرد على السؤال بتاع تدي لنفسك كام من عشرة وبعد كده هرجع تاني ارد عليكي. ندي لنفسنا كام من عشرة في صفات المربي، العشر صفات للمربي؟ ستة. رشا تمانية. حلو ما شاء الله ما شاء الله، مش وحش خالص يا جماعة، ده كويس جدا، ان شاء الله تبقى عشر من عشر، سبعة من عشر ما شاء الله، عجبتيني يا رشا والله. ستة أفتقد العقيدة وأكيد شوية حزم، تمام إن شاء الله تزبط معاكي. ستة سبعة كوني فيروز، ستة محتاجة الحزم، طيب إن شاء الله تزبطي، محتاج تدريب على فكرة موضوع الحزم ده جدا. ستة يعني معظمنا في الرينج الحمد لله، كلنا معديين الخمسة مثلا، يعني دي حاجة كويسة يا جماعة، إن شاء الله ده مؤشر جيد، إن شاء الله الباقي نجيبه بسهولة، يعني بشوية إحنا محددين محتاجين إيه ونبدأ ناخد خطوات في كل حاجة، إحنا ما حدش بيجري ورانا، واحدة واحدة إن شاء الله الدنيا تظبط معانا. طيب خلينا نقول البيبي ستابس كده، يعني في كل سيشن هيبقى في بيبي ستابس كده عشان إيه الموضوع ما يبقاش يعني ما فيهوش نقط عملية. طيب انا في كل يوم اول بيبي ستيب، احنا في كل يوم مع ولادنا هنقعد ربع ساعه اسمع بحب، اسمع بذهن، اسمع بسمع يومهم، بسمعهم مع الكابتن عملوا ايه، في الدرس عملوا ايه، طب لما جابوا درجه وحشه حسيتوا بايه، بسمع، تمام؟ فدي اول بيبي ستيب.
تاني بيبي ستيب هنحاول احنا هنحاول نقعد مع نفسنا نعرف ولادنا بيحبوا يتحبوا ازاي، يعني نعمل ايه عشان ولادنا يتبسطوا او يحسوا بالحب. تمام، وهعمله، هحاول اعبر عن مشاعري المختلفه ومشاعر الحب في اول فرصه تيجي. تمام خلاص. طيب الحاجه الثالثه، هحاول اشوف حاجه تجمعني بيهم غير المذاكره وغير الزعيق على المذاكره وغير ان هم يستحموا ويعلقوا هدومهم وغير الروتين. هحاول اشوف حاجه هما يعني تجمعنا ببعض، نلون بقى، نلعب بالبلايدو، نعمل اي حاجه. المهم هحاول اشوف حاجه تجمعني بيهم عشان اكون عندهم ذكريات بره الروتين بتاع اليوم اللي بقى خلاص قالب. اوكي يا جماعه طيب احنا خلصنا وممكن نشوف اسئله لحد ما ايه كده الحمد لله، يعني ربنا مثبت النور اهو، فممكن نشوف مشكله لحد ما. طيب في حد كاتب ازاي افرق بين الحزم وانهم يصعبوا علينا؟ طيب بصي، يصعبوا علينا، انا بس ممكن نقفل الصوت، عارفه ان الصوت انا عندي ناس جديده في التيمز. بصي الحزم في المواقف في مواقف بتتطلب حزم، يصعبوا علينا ما لازم يصعبوا علينا، يعني ابني تعبان ما طبيعي يصعب عليا، يعني طبيعي يصعب عليا وهحضنه، وقع هيصعب عليا. طيب الحزم بقى معناه ان انا سبب، حتى لو هم صعبانين عليا، يعني مثلا زي انا قلت ما تتعداش حدودك مع ماما، فجي ابني ضربني، فانا حازمه جدا واتفقت ان هو هيقعد في الاوضه مثلا، مش هقعد معاه لمده او مش هكلمه لمده ساعه، مهما صعب عليا انا لازم امسك نفسي، لازم اكونترول ان انا لا مش هبينه ده، انا مبينه له الوش الخشب. تمام، عشان في حاجه صعبه لازم يفهم ان في حاجه مش حلوه حصلت. تمام، فدي نقطه مهمه، فالحزم بيصعبوا علينا في مواقف تانية وبنعبر والدنيا زي الفل، بس في الموقف في حاجه انا خدت فيها موقف حازم لازم اثبت عليه، لازم مهما حصل. طيب حد كاتب المشكلة انه مش بيحكي او بيرد بحاجات مش حقيقية، انا عايزة اسمع لكن مش مديني. بصي هو السن ده لو احنا بنتكلم على حد في بلاي او كي جي، فهو في بقى خيال، في خيال واسع جدا، في خيال جاي من الكارتونز والحاجات اللي بيتفرجوا عليها، وفي خيال جاي من الجيمز، وفي خيال اصلا في طبيعة المرحلة، فخليه يتكلم، يعني خليه يتكلم، مش لازم مش لازم، انا لما بقول مستمع جيد مش بقول متحدث جيد، انا بقول مستمع، خليني اطلعه طاقه الكلام اللي عندهم. تمام، مش لازم اعلق، خليني ايه بقى وشي لو ايه ده بجد، ياه طب وده حقيقه ولا خيال؟ لما الولاد يقفوا بيقول لك انا طرت بجناحين ولبست سبايدر مان، فتقولي ايه ده، بس ده حقيقه ولا خيال؟ عشان ساعات كده بيبقى في حاجات خياليه، دي حقيقه ولا خيال؟ بس تمام، وخليه يتكلم، يعني هو الهدف ان احنا نسمع. انا ابني وبابا مسافر ومش بيحب يكلمه في التليفون خالص، هو بيحب يقابل الناس وجها لوجه، وده بيوقع التواصل بينهم وبيبقى ببقى مفتقد طول الوقت، ممكن اعمل ايه احل الموضوع ده؟ يعني انا مش عارفه مين وكمان ابني مش بيعرف يعبر عن مشاعره او يحكي، اعمل ايه؟ انا مش عارفه مين اللي عنده مش بيحب يكلمه في التليفون. بصي هو مسافر فما فيش حاجه اسمها، يعني في مواقف لو الاب هو اللي مش بيحب، فبالتالي في مواقف مش لازم نعمل كل حاجه بنحبها، يعني انا مثلا زي مسافر شهر مش بحب اتكلم في التليفون، بس انا ما قداميش اوبشن تاني فانا هتكلم في التليفون، فلو ده الاب. لو الابن عشان انا فهمتش السؤال كويس، فلا انا بعمل فيس تايم، وممكن الاب ساعتها يعمل بقى الجيمز اللي هو يغير الوش ونعمل فلتر ونعمل حاجات اللي بتجذب الاطفال لحد ما يحب ويتعود ان هو يكلم بابا. فما فيش حاجه اسمها ان بابا مسافر فاحنا مش هنتكلم في التليفون او مش هنشوف بعض، لا لازم يشوفه، يعني مفتقده طبعا ولازم هيفتقده، يعني احنا بنقول هي اصلا الفيس تايم او الوقت اللي بيتكلموا فيه باباهم هو مش مشبع 100%، ولكن هو احسن من ما فيش. طول الوقت انت بتتكلمي زي ما قلت من شويه عن بابا، وان بابا موجود وهناخد راي بابا، ولازم نتكلم بابا عشان نعرف ايه رايه، فدي نقطه مهمه. ولازم تكلمي الاب لو هو مش بيحب تقولي لا مش لازم تحب، يعني ممكن نعمل ده من غير ما نحبه، اوقات احيانا كتير بنعمل حاجات كده في حياتنا بتبقى واجبه مش لازم نحبها، حتى الحاجات الصح، يعني الصلاه هل احنا طول الوقت بنبقى قادرين ومستمتعين بالصلاه؟ لا، في اوقات بنجبر نفسنا ان احنا نصلي، صح؟ من بالك بقى بحاجه زي كده هنجبر نفسنا ان احنا نعمل.
بصي ساعديه، ساعديه انه يعرف يعبر عن مشاعره. زي مثلا طب انا دلوقتي لما انت تتكلمي عن نفسك، انا حاسه ان انا مثلا متضايقه جدا، انا حاسه ان انا فرحانه، انت تكلمي الاول عشان ياخد حصيله كلمات ويعرف ازاي الناس بتعبر عن مشاعرها، وبعد كده واحكي له عشان يعرف يحكي هو كمان، يتعلم منك ازاي يحكي. تمام. ولازم نبقى فاهمين نقطه برضو تانية، ان اصلا في اولاد مش طبيعتهم ان هم يعني زي ما احنا كبار كده، في ناس بتحب تحكي وتعبر وتفضفض، وفي ناس كتومه. فلو هو من نمط الكتوم هتدي له مساحه، بس مش بنضغط عليه خلاص، ممكن يبقى ده نمط شخصيته. تمام. فانت هتاخدي بالاسباب وتعبري وتتكلمي وتحكي عشان يتعلم منك، لكن لو فضل هو كده خلاص يبقى دي طبيعته فهنحترمها. يعني انا برضو مش عارفه التسجيل بينزل فين، هنسال رضوى ان شاء الله باذن الله. ابني على طول ايده على العضو الذكري، وكل الناس لعبت الموضوع ده، حتى المدرسه واتكلمت معاه كتير، قال لي مضايقني، هو عنده 6 سنوات وعارفه اقول له ايه، مش عارفه اقول له إيه. طيب اوكي، ممكن يبقى مضايقه فاحنا نكشف مبدئيا عشان خاطر نكون ايه مطمنين ان مفيش اشكاليه. بنكشف يعني بيبقى مستحمي والدنيا جميله، مش مطمنين ان مفيش عرق او يعني او حاجه في المكان ده ممكن تكون مسببه له ان هو يعني احتكاك او محتاج يعني حساسية او اي حاجة، خلاص اطمننا ان هو راح لدكتور فما فيش مشكلة، وان هو نظيف المكان مغسول كويس ومش ما فيهوش مش عرقان او اي حاجة. بعد كده بنبدأ نقول ان ده مكان، بنبدأ نفهم ان ده مكان اسمه private park، ما ينفعش انا لما بشوف حد في الشارع حاطط ايده في المكان ده بقول ايه ده، دي حاجة غريبة جدا وحاجة مش كويسة، لان ربنا قال لنا المكان ده اسمه اصلا عورة، فاحنا مش بنحط ايدنا فيه كتير، احنا ده جزء من جسمنا بس ده خاص بينا احنا. واحنا في التويلت ممكن بقى ايه بعمل تويلت، بتشطف، مش عارفه ايه وكده، بس ما حدش بيشوفني انا بعمل كده. تمام. ببدا افهمه ان في حاجه اسمها برايفت بارتس، وببدا افهمه كمان ان المكان ده ما ينفعش ايدي تبقى فيه طول الوقت، لان هو مكان مقفول فبيبقى فيه ميكروبات كتير جدا وممكن اكل. ابدا افهمه عواقب الامر. تمام. بس اهم حاجه طالما قال لك مضايقني اطمني طبيا ويعني من ناحيه النظافه العامه. يعني حاجة غلط او مش، بصي ازاي اتحكم في غضبي ده موضوع كبير جدا بتاع التحكم في الغضب، ولكن هقولك حاجة يعني هي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حتى في ادارة الغضب في الكورسز هي دي الفاصل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذا غضب احدكم فليسكت. فانا عايزاكي لما تغضبي اسكتي، مفيش حد بيجري وراك انك تعملي رد فعل دلوقتي، اتعلمي انك غضبانة تدخلي التويلت مثلا اغسلي وشك وتوضي واسكتي دلوقتي ما تتكلميش. دي اول خطوه. في خطوات تانية كتير ان شاء الله هيبقى، لو يعني انا قلت هحاول السيشن الجاي ندخل موضوع الغضب في الموضوع يعني لو قدرت ان شاء الله باذن الله. خلاص. بس دي النقطه المهمه اللي لو عرفت، عارفه لما بنسكت واحنا غضبانين احنا بنعمل ايه، احنا بنفرمل. في خطوات تانية هبقى اقولها لك بعدين، بس فرملي، اتعودي تفرملي. تمام. فدي اهم يعني نقطه تعمليها. ابني اللي مش بيحب يكلم ابنك اللي مش بيحب يكلم باباه. طيب بصي، خلي بابا يكون معرفش ايه طبيعه العلاقه، بس دايما مثلا قولي لبابا هنعمل كلنا يعني فيس تايم، وخلي بابا يستخدم بقى الفلترز والفشوش اللي بتستخدم دي لو هو طبعا ابنك صغير، اكيد عارفه ان كلكم ولادكم صغيرين. وهنلعب لعبه، وممكن يشتركوا في لعبه الاول اونلاين مع بعض وهكذا. مش هينفع ما يكلموش، مش هينفع يتعود ان بابا بعيد. في حاجات مثلا لما تيجي في موقف عايز يشتري حاجه تقولي لا انا مش هقدر اعمل كده، احنا محتاجين نكلم بابا ونرجع لبابا ونشوف ونكلم بابا. ما يحسش الولد غلط يحس ان كل السلطه في ايدك وان بابا مش موجود، لان احنا كده بابا بيطلع من الصوره واحنا مش عايزين بابا يطلع من الصوره. فبالتالي علقي حاجات في حياته على بابا وراي بابا ومكالمه بابا. خلاص. وخلي بابا لما يجي يكلمه يبقى فاني، الدنيا جميلة، ويستخدم بقى حاجات اللي هي بتاعت الأطفال دي، لعب بقى زي ما بقولك، والوشوش اللي هي الفانكي دي اللي بيستخدموها وهكذا بالتدريج. ودايما حاسسين ان في احتياج لبابا، احنا النهاردة قبل ما ننام لازم نطمن على بابا. طيب لو هو مش عايز اتكلمي جنبه وافتحي كاميرا، يعني اتكلمي جنبه وهاتي الكاميرا عليه وهكذا، بس يشوف كل يوم بابا ويتكلم كل يوم على بابا، ويبقى في مسائل في الحياة متعلقة بموافقة بابا، وان في بابا تعبان هنطمن عليه وهكذا. يعني ده مهم جدا. يعني يا رب اكون جاوبتكم عن اسئلتكم.
ان شاء الله باذن الله. وانا اسفه لو انا بتكلم بسرعه او خلصت السيشن يعني بشكل سريع، بس عشان الكهرباء وعشان اكون اديكم كل حاجه. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في وقت تاني ان شاء الله باذن الله. شكرا يا رضوى، شكرا يا رشا، مش عارفه رشا لسه موجوده معانا ولا لا. شكرا. ميرسي يا مزايا والله على وقتك، ربنا يكرمك ويجازيك كل خير. يعني احنا عايزين لو تفضلي قاعده معانا لحد ما النور يقطع. ايوه انا سريعا جدا ممكن ناخدها سريعا، لو ما عندوش، لو حد عنده اي اسئله دلوقتي نقدر ناخدها بسرعه ولا حد بقى ما مفيش مشكله؟ مفيش مشكله، انا بس تخيلت الناس كتبت على الشات، بس لو في حد عنده سؤال مفيش مشكله خالص. وحاليا مفيش اي حد رفع ايديه، مفيش اي حد عنده اي اسئله، يعني اظن احنا راضيين على الاسئله اللي في الشات. نعم ايوه، مش عارف في حد بيكتب على الشات دلوقتي، انا بتشيك. التسجيل، التسجيل بينزل، هو بينزل على الجروب بالظبط. ان شاء الله ان شاء الله خلاص. هي اسئله. شكرا جدا يا ميس دعاء، ربنا يكرمك وتستمعي على وقتك. ان شاء الله نستناكي يعني قريبا ان شاء الله باذن الله. شكرا يا ميس دعاء. عفوا يا ميس رشا، ولنا لقاء خاص. وحشتيني يا دودو والله. انت كمان جدا يعني بجد منوره مدرستنا دايما كده، وان شاء الله بتفيدينا دايما. انا كرامك يا رب يا رشا ان شاء الله باذن الله، وبسط لما بسمع صوتك. ربنا يباركك يا رب، اشوفكم ان شاء الله على خير قريب ان شاء الله. ان شاء الله السلام عليكم. السلام عليكم. باي باي. باي.